عندك حصى في الكلى، تعاني من الكلى، أي معاناة عندك في الكلى، أهم حاجة أنك ما تكون عامل غسيل. أهم شيء ما تعمل غسيل قبل الغسيل، ركز معي واستشير الدكتور لو حاب. المهم هذه الوصفة مجربة مجربة، والله يرحم من كان السبب في هذه الوصفة توفاها الله. والمهم هذه الوصفة مجربة مجربة، اللهم اجعلها صدقة عني وعن والدي وأهلي وكل من نشر هذه. أرجوك لا توقف هذه الرسالة عندك. تعرف الجريفوت؟ الجريفوت اللي هو المر مش البرتقال، الجريفوت الكبير، الشيل القشر الخارجي مش الأبيض أو الشحم، القشر الخارجي بس. بعد ما تشيل القشر حط هذا القشر في الشمس، بعد ما يجف في الشمس تشيل هذا القشر وتعمله نفس نظام الشاي وتخليه يفور. بعد ما يفور ربع ساعة تبرده، يعني تخليه يبرد وتشربه، تستخدمه صبح ومساء 7 أيام. راح تدعي لي بإذن الله لك يا رب على هذه الوصفة المجربة، بس قلت لك أرجوك لا توقفه عندك. كم إنسان يعاني ومحتاج، وكم من إنسان يدفع أموال لا تعد لا تعد، واجعلها سبب وصدقة جارية عني وعنك وعن من ساهم فيها يا رب العالمين. مجربة، والله يرحم موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين. 7 أيام وخذ النتيجة بإذن الله لك. واللي ما عرف يدخلي على البث، يدخلي على البث الساعة 11 وبقول له هذه الوصفة كيف يستخدمها وكيف يتعامل معها. توكل على الله.